مضمد الأذن. وصل الرئيس الأمريكي السابق والجريح دونالد ترامب إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلوكي أمس في أول ظهور له بعد نجاته السبت من محاولة اغتيال باءت بالفشل. الملياردير الجمهوري الذي أصيب بخدش رصاصة في أذنه اليمنى رفع قبضته في الهواء لتحية الحضور الذين استقبلوه من جهتهم استقبال الأبطال لدى دخول ترامب. القاعة الضخمة التي زينت باللونين الأزرق والأحمر علت هتافات مندوبي الحزب الجمهوري الذين رشحوه قبل ذلك بقليل رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر تشرين الثاني. وفي القاعة التي غصت بالحضور ردد أنصار ترامب بأعلى صوتهم اسم بلدهم USA USA وهتفوا قائلين فايت فايت فايت، وهي الكلمة التي رددها ترامب عندما نهض رافعا قبضته في الهواء ووجهه ملطخ بالدماء في صورة جابت العالم. ومع ذلك ترامب بدا متأثراً من الحادث الذي تعرض له وظهر كأنه ينازع الدموع في بعض اللحظات. ظهوره كان خافتاً على غير العادة حيث اعتاد على بث طاقته المشعة التي لطالما أظهرها في كل ظهور علني سابق له. وكان الحزب الجمهوري قد اختار الاثنين رسمياً ترامب ليكون مرشحه في الانتخابات المقبلة، أما الأخير فاختار السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو مرشحاً على منصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention to be the next Vice President of the United States. وتشهد ميلوكي وهي أكبر مدن ولاية ويسكونسن تعزيزات أمنية مشددة لتأمين المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يعقد على مدار 4 أيام، حيث من المتوقع أن يحضر نحو 50,000 شخص وفقاً لتقديرات البلدية. وتزامن بدء فعاليات المؤتمر مع أخبار جيدة بالنسبة لترامب، إذ رفضت قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق، معلنة حكمها بأن تعيين المحقق الخاص جاك سميث وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية جرى بشكل غير قانوني. وبالعودة إلى محاولة الاغتيال، فتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً بالأمر، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيس جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل. وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلاً واسعاً في الداخل الأمريكي حيث حمل البعض حكومة الرئيس الحالي جو بايدن مسؤولية الحادث.